الفقرة الأسبوعية نبدأ اليوم هي الفقرة الجديدة، فقرة هذه رسالتي نبدأها بالتأكيد بداية نموذجية مع الرئيس للنادي النموذجي، رئيس نادي الفتح عبد العزيز العفارق، في فقرة هذه رسالتي يوجه عددا من الرسائل. حديثي اتجاه المنتخب راح يكون حديث جمهور، يعني ما استطيع ان انا اقيم العمل اللي يصير داخل المنتخب السعودي، احنا بعيدين عنه. ولكن اعتقد ان لا يمكن يكون هناك نجاح في منتخب ما لم يكون البناء قوي على مستوى اللاعبين. نعرف انه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستاذ احمد عيد يعني يمر في مهمة صعبة كمسير لمهام الاتحاد في مرحلة انتقالية جدا هامة. اللي انا ممكن اقدمه شخصيا يعني له ان نقول احنا نقف ونلتف وراء اي عمل يبحث وراء الإتقان وراء التطور والنمو، وأنا رأيي دائما أنه حط الهدف أمامك أنه يكون التفوق، وأبحث عن الإتقان من البداية. أعضاء شرف النادي حقيقة مني لهم يعني رسالة يعني محبة وتقدير حقيقة، لأنه أنا أعرف أنه كثير منهم اللي عمل معنا حقيقة وهو لم يكن أصلا من محبين الرياضة سابقا. هذا حقيقة يعني التغير حقيقة في المفهوم، في الرؤية، في النظرة تجاه الرياضة ما حصل إلا لمحبة المنطقة ومحبة يعني خدمة أهاليها وإسعادهم. شكرا جزيلا لكم باسمي وباسم كل اللي يعملون في النادي وباسم كذلك جمهور النادي إذا أتكلم بلسانه، ونقول لكم انه باذن الله يعني ما بذلتوا شيء وراح بدون نتيجه. الحمد لله انجازات النادي يوم بعد يوم الحمد لله تتطور. كابتن فتح الجبال بامانه رجل يعني فعلا يعني مر معنا في مراحل صعود النادي، يعني من مراحل ما كنا في الدرجه الاولى الى اليوم اللي وصلنا له. طبعا اليوم كابتن فتحي ليس مدرب كأي مدرب آخر، هو أصبح جزء من الكيان الفتحاوي، جزء من فريق العمل. يعني استمراريته معنا يعني عطته بعد في التخطيط إلى فترات أبعد من العادة. عدد المدربين يركزون على إنجازات الموسم واحد، الكابتن فتحي ينظر إلى أبعد من هذا. الكابتن أحمد أبو عبيد الفترة الصعبة اللي مريت فيها هذه ممكن تمر على أي لاعب، ممكن تمر على شكل مشاكل مع فريق زي ما حصل اليوم معك مع فريقك، ممكن تمر على شكل إصابة يعني ممكن تبعد اللاعب لفترة طويلة جدا. ولكن محبة اللاعب للعبته، محبته لنجاحه، ما تجعله يعني يستسلم للإحباط. أحمد أنت موهبة كبيرة جدا وقادر أنك ترجع، أتمنى لك التوفيق. بالنسبة لرسالتي لجمهور الفتح يعني أحبني أقول لهم أنه النادي وما فيه من عمل هو كله موجه لكم. حقيقة أنتم الوقود يعني اللي من خلاله يعني إحنا نستمد طاقتنا ونتحرك ونجتهد، ومن خلاله كذلك يتحمس أعضاء الشرف ويتحمس اللاعبين. نبغى تفاعلكم معنا، نبي وجودكم في الملعب، نبي تشجيعكم للاعبين. الحمد لله ناديكم نادي في تطور مستمر. عائلتي يعني هم اللي وقفوا معانا وتحملوا يعني المسؤوليه اللي احنا يعني اخذناها على عاتقنا. احنا يعني ناس مشغولين وعندنا اعمالنا، وبالاضافه اخذنا المهمه الاجتماعيه هذه ورئاسه النادي، واكيد كانت من حساب وقت العيله. فيعني نشكرهم حقيقة على وقفتهم معنا. شكرا لزميلنا بدر العثمان، وشكرا للرئيس الأستاذ عبد العزيز العفارق، هو نموذج للرئيس الذي يقدم عمل بأقل الإمكانيات.
إمكانيات رسائل متزنة. في هذه الفقرة نقدم نضع أمام الضيف عدد من الشخصيات أو الجهات يوجه لها رسالة.